لو الحكاية فيها إن فيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد جبر، عندي 7 سنين، هذا كمباز الفني مدينة بنعمان محافظة القاهرية. الحمد لله خدت مستوى أول 3 مرات وخدت ميدالية ذهبية 3 مرات في بطولة الجمهورية للكمباز تحت 7 سنوات. بتمرن في اليوم حوالي 4 ساعات. ماما بتوديني التمرين وبتتعب معايا وبتوديني التمرين كل يوم وبتتعب معايا، ربنا يخليها. وانا كمان شاطر في المدرسة وبحاول لما ارجع من التمرين بذاكر وبخلص حاجاتي وبعدين اعمل اللي انا عايزه. انا بحب محمد صلاح وبموت فيه وعشان انا عايزه ابقى زيه. ما والله تعبت معايا في البطولة وديتني البطولة، والكابتن اللي هو تعب معايا شكرا لي. وهنا كل يوم كل بطولة هفرحكم بالميدالية الذهبية وشكرا. انا وماما عايشين مع بعض في البيت وبنذاكر وبتودين التمرين وقاعدين مع بعض يعني بنلعب وكده. زي ما انا كمان شاطر في التمرين انا كمان شاطر في المدرسة. انا والله هفرحكم بالميدالية الذهب كل بطولة، وشكرا اللي انتوا واقفين جنبي وشكرا على دعواتكم ليا. وكل بطولة ان شاء الله هاخد الميدالية الذهب.